السلام عليكم. مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا، تكثفت المشاورات بين حلفاء دمشق بهدف تنسيق المواقف والذهاب إلى المؤتمر بثوابت واضحة. لقاءات في موسكو جمعت وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، في المحصلة تأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب في سوريا وعدم المس بسيادتها أرضا وشعبا، وعلى أن السوريين وحدهم يقررون مصير وطنهم، إضافة إلى أهمية مشاركة إيران في جنيف 2. هذا الموضوع سيكون محور النقاش في الملف السوري. أما في الشأن العراقي فسنتطرق إلى المعارك التي تدور في الأنبار بين الجيش ومسلحي داعش، ونسأل عن دور العشائر في العمل على طرد المسلحين من المدن والبلدات. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة السورية العراقية، ننتقل إلى غرفة التحرير مع موجز لأهم وآخر الأنباء والزميلة دينا زرقط. إليك دينا. شكرا لك يا علا، أهلا بكم مشاهدينا. قال المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فارل إن المتهمين أو المتهمين مصطفى بدر الدين وسليم عياش أعدى مع آخرين لاغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. فارل أشار إلى أن أطرافا داخلية وخارجية كانت ضالعة في الاغتيال، لافتا إلى جهود بذلت لإخفاء الجريمة، مشيرا إلى أن الحقيقة لا تحجب. وكان رئيس المحكمة الدولية ديفيد باراغوانث قد افتتح الجلسات علنية في لاهاي وأعلن بدء الاستماع إلى الشهود في القضية الأربعاء المقبل. استشهد 3 أشخاص وأصيب أكثر من 40 في مدينة الهرمل شمال لبنان بانفجار سيارة مفخخة. التفجير يعتقد أن انتحاريا نفذه بسيارة مفخخة انفجرت أمام سرايا المدينة صباحا، في وقت تشهد فيه المنطقة ازدحاما لحركة المرور. الجيش اللبناني أصدر بيانا عن الحادث مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ لمعرفة طبيعة التفجير وظروف حصوله. تستمر في مصر عمليات فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات الاقتراع في اليوم الثاني من الاستفتاء على الدستور، تمهيدا لإعلان النتائج يوم السبت المقبل. وقد أعلن مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تتجاوز 55%، متوقعا أن تبلغ نسبة الأصوات المؤيدة أكثر من 90%، وهي نتيجة تمهد الطريق أمام إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ترشحه لرئاسة البلاد. أكدت الحكومة البحرينية في بيان صادر عنها أن المحادثات التي ستجري في المستقبل مع المعارضة ستركز على القضايا التشريعية والقضائية والدوائر الانتخابية. وجاء في البيان أن اللقاء الذي جمع المعارضة بولي العهد البحريني سلمان الخليفة وجاء بدعوة من الأخير يأتي لإحياء محادثات المصالحة. وأضاف أن كل الأطراف التزمت بتسريع الحوار ورفع مستوى تمثيل الأطراف المشاركة. قتل 10 جنود وأصيب آخرون بجروح في هجمات متزامنة نفذها عناصر من تنظيم القاعدة ضد 3 مواقع للجيش في محافظة البيضاء وسط اليمن بحسب مصدر عسكري. المصدر أشار إلى مقتل عدد من المهاجمين بما في ذلك انتحاري تمكن الجنود من قتله قبل أن يفجر حزاما ناسفا كان يرتديه. إلى ذلك مصادر خاصة كشفت للميادين عن مقتل رئيس عمليات الأمن العام في المحافظة العقيد علي رضا وإصابة نجله على أيدي جنود نقطة عسكرية في مدينة الضالع، إضافة إلى مقتل مدير جهاز الأمن السياسي بمديرية البريقة في محافظة عدن برصاص مسلحين مجهولين. مراسل الميادين في اليمن أفاد بأن مسلحي القاعدة يسيطرون على نقطة دار النجد شمال شرق رداع جنوب شرق اليمن. سقط 7 قتلى في موجة عنف جديدة في بنغي عاصمة أفريقيا الوسطى بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة بعد استقالة الرئيس جوتوديا. وتأتي موجة العنف هذه تزامنا مع استئناف البرلمانيين مشاوراتهم لانتخاب رئيس انتقالي، وما زال التوتر شديد في أحد أحياء المدينة. ختام الموجز، عودة إلى علا.
تشهد موسكو حراكا دبلوماسيا مكثفا على أبواب مؤتمر جنيف 2. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أجرى مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافراف واستقبل من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، كما جرى وراء أبواب موصدة لقاء ثلاثي جمع كلا من لافراف وظريف ووزير الخارجية السوري وليد المعلم لتنسيق مواقف العواصم الثلاث. التفاصيل مع سلام العبيدي. ثمة رمزية كبيرة في الحراك الدبلوماسي هذه الأيام في موسكو على أبواب جنيف 2. العاصمة الروسية احتضنت مباحثات وزير خارجيتها سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. موسكو تستعرض بذلك من هم حلفاؤها الحقيقيون في معالجة الأزمة السورية. نجاح جنيف 2 يمكن أن يتحقق من خلال مشاركة الجهات المعنية من الفصائل السورية، ولا سيما المعارضة منها التي لا تبدو صفوفها على ما يرام. أؤكد أننا نعد مشاركة إيران ضرورية جدا. الموقف الإيراني في الشأن السوري في غنى عن التعريف. تكفي الإشارة إلى أن الوزير ظريف اصطحب على طائرته من دمشق نظيره السوري وليد المعلم. الرجلان واصلا التنسيق بينهما في الطريق إلى موسكو. إذا حاولت قوى خارجية إملاء شروطها على السوريين فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتنامي التطرف في المنطقة برمتها. في العاصمة الروسية التنسيق ثلاثي، وثوابت هذا المحور هي الأولوية لمكافحة الإرهاب على الأرض السورية وعدم المساس بسيادة سوريا أرضا وشعبا، والسوريون أنفسهم يقررون مصير وطنهم، بالإضافة إلى أهمية مشاركة إيران في جنيف 2. بما أن ما يجري في سوريا ومحيطها الجغرافي يمس مصالح إيران الجيوسياسية، فإن تسوية الأزمة السورية من دون إيران غير ممكنة، ومن هنا أهمية مشاركتها في جنيف 2. مباحثة موسكو أفرزت أن مشاركة إيران في جنيف 2 تبقى أمانة معلقة في رقبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. ليس لدى كل من روسيا وإيران وسوريا أجندة وراء الكواليس. الدول الثلاث تلتزم موقفا شفافا مشتركا إزاء سبل تسوية الأزمة السورية، ومشاورة موسكو جاءت لضبط عقارب الساعة بين العواصم الثلاث على أعتاب مؤتمر جنيف 2. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. ومعنا من موسكو الخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد سعيد غفوروف. سيد سعيد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة سوريا والعراق. يعني بداية، في أي إطار اليوم يوضع هذا الاجتماع الثلاثي؟ مساء الخير. لدينا في روسيا نحن نتمنى النجاح لهذا المؤتمر، هذا مهم جدا، لأن الهدف الرئيسي لسياسة روسيا في سوريا هي أهم الهدف، هو وقف إطلاق النار بدون أي ظروف. هذا شيء مهم جدا لسوريا ولكل الدول، وهذا مبدأ رئيسي لنا. وفي هذا وبالنسبة للمؤتمر في جنيف في مونتريال، نحن نفكرون لأن هذا المؤتمر يجب عليها إنشاء ظروف سنتحدث وقف إطلاق النار. نعم، سنتحدث سيد سعيد عن هذا المؤتمر، ولكن اليوم أسألك تحديدا عن هذا اللقاء الثلاثي الذي جرى بين وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران. نحن نعرف، لأن روسيا هذا موقف كمان مبدئي، روسيا لا يشارك لا يدخل في شؤون داخلية في سوريا، ولكن من المعروف لأن علاقات بين إيران وسوريا علاقات استراتيجية وعلاقات جيدة جدا. وفي هذه الظروف نحن نفكرون لأن أفضل لو كان إيران تشارك في هذا المؤتمر في جنيف. وفي هذه الظروف نحن نفكر لأن يجب علينا أن نبحث مبادئ أو موقف لروسيا وموقف لإيران وموقف لسوريا لضمان اشتراك إيران في المؤتمر. وهذا شيء مهم جدا. نحن نفكرون لأن حتى الآن نحن لا نعرف تفاصيل لهذا اللقاء، ولكن بعد الوقت غدا إن شاء الله بعد الغد أنا أكيد سوف تكون بعض الاقتراحات مهمة جدا. هذا من خبرتنا، لأن المرة سيد وليد معلم يزور روسيا في وقت لو كان لديه موجودة اقتراحات مهمة جدا، ونحن في انتظار طبعا في هذا الوقت. طيب سيد سعيد، ننتظر شيء جديد. طيب
سيد سعيد، يعني حتى الساعة إيران غير ممثلة في جنيف اثنين، هل نستطيع أنه هذا الاجتماع اليوم الذي تشارك فيه، الاجتماع الثلاثي الذي تشارك فيه طهران، طبعا أتحدث ما زلت عن هذا اللقاء بين وزراء الخارجية الثلاثة، هل مشاركة إيران هل هي مشاركة غير مباشرة في جنيف من موسكو؟ هذا الشيء أهم شيء، لأن الخالق قضية سورية في آيات سوريين فقط. نحن المؤتمر في جنيف وهذا اللقاء هذا إنشاء الظروف لحل القضية فقط، لا حل القضية. ونحن طبعا نعرف لأن موقف إيران له يعني موقف خاص، وهو يساعد الحكومة وهو يساعد سياسة الحكومة. ما هي هدف السياسة؟ سيد وليد معلم بلغ رئيس وزير لافروف أن الهدف في هذه الظروف هدف وقف إطلاق النار كمان. وطبعا نحن نريد الضمانات من إيران لأنه جاهز لوقف إطلاق النار، وهو جاهز للاشتراك في بحث طريق سلمي لحل القضية، طريق سياسي وغير طريق عسكري. بحث أهمية لهذا اللقاء، بحث ظروف ماذا يمكن أن تكون روسيا، ماذا يمكن أن تكون روسيا قد طلبت مثلا من طهران من إيران؟ نحن موقف روسي لأن نحن نحترم حل القضية السورية. مثلا في وقت الانتخابات رئيس الجمهورية في سوريا نحن نحترم أي نتيجة التي أي حل الذي يريد المرشح الذي يأخذ أغلبية من أصوات لسوريين. وفي هذه الظروف كمان نحن يجب أن إيران أن تكون كمان جاهز لاستقبال أي نتيجة من الانتخابات. طبعا نحن في روسيا، طبعا زملائنا في إيران وفي دمشق يعرفوا، لأن الرئيس بشار هو ربما ينتصر في الدورة الأولى في الانتخابات مثلا وفقا للولايات. وفي هذه الظروف يجب أن تبحثوا التفاصيل. ولكن أهم حاجة، أنا شخصا سألت السيد ميخائيل بوغدانوف ممثل رئيس بوتين للشرق الأوسط ونائب رئيس الخارجية لروسيا، هل يعني ما هو رأي وزارة الخارجية الروسية عن الأفاق لهذا؟ هل هو قال لهكذا؟ أبدا، نحن لا ندخل أي مشكلة داخلية، أي مشكلة سياسة داخلية في سوريا. نحن لا نبحث هذا الموضوع. سيد سعيد، سأنتقل معك إلى ما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه مؤتمر جنيف 2 بشأن التسوية السلمية للصراع في سوريا ليس سوى بداية للمؤتمر وليس نهايته. ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا تعني الترجمة الحرفية لهذه الكلمات؟ بعض الناس في روسيا وخاصة خارج روسيا يقولون لأن لا توجد فائدة لهذا المؤتمر، لأن لا توجد طريق، هو سوف تفشل. وقال سيد لافروف خلينا ننتظر، خلينا نعمل كل شيء في إمكانياتنا، خلينا لنستخدم هذه الفرصة لوقف إطلاق النار. أهم حاجة وقف تعبير الدم في شوارع دمشق والحلب والمدن الأخرى، هذا أهم الهدف. وقال يجب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج أن يبلغوا المعارضة الذي هم إمكانية، لأنهم يجب عليهم أن تتجبوا لسؤال ماذا هم يريدون؟ نهاية الحرب أو هم يريدون السلطة؟ سلطة أو نهاية الحرب؟ ونحن نقول هذا موقف روسي وهذا موقف إيران وهذا موقف حكومة سورية، لأن أهم الهدف غير قضية السلطة، ولكن قضية حل سياسي، قضية السلام، قضية وقف إطلاق النار. لا أعرف إن كنت سمعت معي سيد سعيد التقرير الذي مر منذ بعض الوقت للزميل سلام العبيدي من موسكو، ولكن جاء في نهايته أن روسيا أيضا فضلا عن إيران وسوريا لا تملك أجندة وراء الكواليس. لماذا لا يوجد أجندة؟ تعرف كيف هذا اللقاء، هذا المؤتمر هي المؤتمر ابتدائي.
نحن ننتظر إنشاء ظروف السلام، إنشاء ظروف للمفاوضات المباشرة بين الأحزاب السورية بين الجانبين أو الجانب في هذه الحرب الأخلية. هذا شيء ابتدائي، هذا شيء انتقالي، هذا شيء غير نهائي. وفي هذه الظروف نحن جاهزون لأي أجندة الذي هم يريدون، لأنهم نحن كما سيد لافروف قبل الوقت، لأن أهم الحاجف أن يجلس الممثلين من الحكومة وممثلين المواردة على الترابيزة. هذا هدف الرئيسي. نحن عشان هذا نحن لا نريد أن نقول أن أي ظروف مثلا أجندة أو أي ظروف تاني. أهم الحاجة السوريين يبحثوا الظروف، يبحثوا الموضوع بينهم. ولدينا لروسيا لا لأمريكا لا لفرنسا لا يوجد إمكانية ليحل هذا الموضوع، هذا القضية السورية، هذا في أيادي السوريين فقط. وعشان هذا قال أهم الحاجة هم يجلسوا مع بعض ويبدأ نناقش ظروف خالة سياسي. السيد السيد سعيد غفاروف خبير في شؤون الشرق الأوسط كنت معنا من موسكو مباشرة، شكرا جزيلا لك. دعا وزير المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر أبناء العشائر الاستفادة من تجربة الصحوات في العراق وتشكيلها في سوريا لطرد المسلحين. وفي موضوع مؤتمر جنيف المزمع عقده الأسبوع المقبل، قال حيدر إن هذا المؤتمر لن يحل الأزمة في سوريا ولا عدة مؤتمرات ستحل الأزمة في سوريا. كلام حيدر جاء في افتتاح أعمال المؤتمر التحضيري الأول للاتفاق على مصالحة حقيقية بين جميع السوريين، والذي يقيمه ملتقى حماة قاسيون الوطني والعشائر السورية تحت شعار يدا بيد من دمشق ينطلق جنيف 2. نعم نحن بحاجة إليكم، بحاجة إلى كل رجل مقاتل يستطيع أن يحمل بندقية ليدافع، وهو موجود وهو مستعد. وإن كنتم حاملين السلاح حتى هذه اللحظة اطردوا الغريب من بينكم، لا تقبلوا بقيادتكم من قبل غريب، ثم يصبح الحل بيننا وبينكم سهل، لأن الحوار يصبح وقتها بين السوريين. أعود وأقول وباختصار، جنيف 2 لا تنتظروا منه شيئا. من الأخير، جنيف 2 لن يحل الأزمة السورية، ولا جنيف 3 ولا جنيف 10. المهمة الأساسية كما قلت هي الالتزام ووضع الدول المتدخلة أمام مسؤولياته في وقف كل شيء، والإرادة الدولية حتى هذه اللحظة غير ناضجة. أقول لكم بصراحة الإرادة الدولية للذهاب بهذا الاتجاه غير ناضجة، ومن يقول أن هناك خلافا أمريكيا سعوديا وأن السعودية تقود خط تكفيري وهابي تخريبي في سوريا ضد القرار الأمريكي بحل الأزمة السورية حلا سياسيا هو واهم، هو تبادل أدوار بين السعودي والأمريكي، لأن الأمريكي يريد الذهاب إلى عملية سياسية على طريقته لتحقيق مصالحه في سوريا، يريد الذهاب إلى عملية سياسية تحت ضغط الاشتباك وهو يمول باسم السعودي. لذلك أقول لكم جنيف 2 لن تخرج بنتيجة. وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السوري السيد محمد نصور معنا في الاستوديو هنا. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يعني سنبدأ من الكلام الذي جاء على لسان وزير المصالحة الوطنية السوري السيد علي حيدر، وسأبدأ من نقطة هامة في الحديث والدعوة لتشكيل صحوات وطرد المسلحين قبل أن أتحدث عن المصالحة الداخلية. بداية مساء الخير، يعني لابد من التذكير أن هذا المؤتمر يأتي بعد أسبوع من مؤتمر عقد العشائر في دمشق في فندق دمروز، مثله رؤساء العشائر أصدروا بيان فيه أكدت العشائر بأن ما يجري في سوريا هي عمليات إرهابية، يجب على كل أبناء العشائر مقاومة هذا الإرهاب، على كل أبناء العشائر أن يكونوا أكثر حرصا على سوريا، على وحدة سوريا، على وحدة المجتمع السوري. أكد البيان الصادر من كل أطراف
رؤساء العشائر في سوريا في بيانهم على أن حتى المعارضة في الخارج هم لا يمثلون الشعب السوري حتى وإن ذهب البعض منهم. يعني أنا آسف أن أذكر أحيانا أنه بعض الأشخاص في ضمن الائتلاف هم ينتمون إلى عشائر أبناء هذه العشائر. يعني مثلا أحمد الجربة من إحدى العشائر في الحسكة، جاء بعض ممثلي تلك العشائر وحضر الاجتماع وقال أحمد الجربة لا يمثل العشيرة، لا يمثلنا، نحن هنا نمثل عشيرتنا داخل سوريا. وبالتالي كان هناك إصرار من أبناء العشائر الذين التقوا في دمشق وأصدروا بيان بأن كل من هو في الخارج من المعارضة طبعا المسلحة، من المعارضة التي تحمل مشروعا أجنبيا، مشروعا صهيونيا، مشروعا غربيا، مشروعا لنقل تكفيريا، هم لا يمثلون، مشروعا وهابيا، لا يمثلون أبناء الشعب السوري. من يمثل أبناء الشعب السوري هم الذين داخل سوريا يعملون من أجل وحدة سوريا واستقرار سوريا وطرد الإرهابيين من سوريا، هؤلاء هم. فدعوة الوزير علي حيدر حتى في هذا الإطار إلى مسألة أن يكونوا كمثل الصحوات العراقية، لا يعني يعني أنا معلش هون عذرا أقول هناك لجان دفاع وطني، هناك لجان شعبية تشارك منذ نقل بدايات الأزمة، هي موجودة، موجودة في ريف، في ريف سوريا، موجودة في ريف دمشق، موجودة في ريف الرقة، في الحسكة، في العديد من المناطق. هؤلاء اللجان الشعبية قد لا يكونوا تحت عنوان الصحوات، لا، تلك اللجان الشعبية ساهمت ولعبت دور هام جدا حتى في مناطق ريف دمشق، كانت إلى جانب الجيش العربي السوري في مقاتلة الإرهاب، في ملاحقة المجموعات الإرهابية. وبالتالي يعني هو كوزير يدعو إلى تشكيل صحوات، لكن أقول الصحوات سلفا تلك لجان شكلت وتعمل دون دعوة. لماذا؟ لأن الإرهاب يهدد سوريا، ليس فقط سوريا وإنما الإقليم ثم العالم، لأن الإرهاب نال من كل بيت، الإرهاب دفع ثمنه كل بيت شهيد أو مخطوف أو يعني ضرر مادي ضرر معنوي. وبالتالي أصبح ابن أو المواطن في سوريا هو الذي يدافع أيضا مع الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وفي محاولة القضاء على كل مظاهر الإرهاب كيفما كانت، سياسية كانت أم لوجستية أم مادية، مهربة من الخارج أو جاءت من عبر الحدود الأردنية أو التركية أو اللبنانية عن طريق طبعا أرسال. في موضوع جنيف أيضا تحدث الوزير، وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر عن جنيف 2. يعني صحيح أنه الكل يسعى للمشاركة في هذا المؤتمر، فإذا بنا نرى اليوم ونسمع من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه المؤتمر ليس سوى بداية وليس النهاية، ونسمع أيضا من السيد علي حيدر أنه لا تنتظروا من جنيف 2 شيئا الآن، حتى أيضا لا جنيف 3 ولا جنيف 10. بالتأكيد يعني موضوع مؤتمر جنيف، دعيني فقط يعني بخلفية سريعة جدا أقول دائما كانت بوصلة جنيف هو ما يجري على أرض الواقع ميدانيا. لاحظي كان مقرر لعقد مؤتمر جنيف أن يكون في شهر آذار، عندما لم تحقق المجموعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب في سوريا ما كانت تنتظره في سوريا، تم تأجيل المؤتمر من آذار إلى شهر أيار، ثم تم تأجيله من أيار حتى شهر أيلول. لاحظ التواريخ، ومن أيلول إذا أنا عندما أستعرض من أيلول إلى تشرين إلى كانون أقول كل هذا كان يترافق مع ما الذي يجري على أرض الواقع. كانت تريد المعارضة المسلحة والدول الداعمة للإرهاب أن تحقق تلك شيء آخر، وبالتالي أن لا يكون هناك جنيف. الهدف هم بالأساس كانوا لا يريدون جنيف، لكن في نفس الوقت كانت سوريا تقول أنا مع الحل السلمي، أنا مع حل الأزمة سياسيا، أنا مع حل مع إنهاء حالة العنف، أنا مع مواجهة الإرهاب. كل هذا متعاونة، يعني أقصد الحكومة السورية متعاونة إلى أبعد مدى مع رغبة المجتمع الدولي ومع مجلس الأمن الدولي ومع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية، كلنا نريد إيقاف العنف الذي جرى. فعلا جنيف فقط هو نقطة لقاء لا أكثر ولن يكون أقل، قد يكون هناك حالة لوجستية من كاميرات من تصوير من اجتماع، لكن أقصد هو فقط الهدف أنهم اجتمعوا، لكن اجتمعوا هذا ما قاله السيد سعيد غفوروف في آخر كلامه، ولكنه قال أنه الحل الأساسي هو بأن يجلس السوريين أنفسهم على طاولة واحدة والحوار يكون الحل داخل سوريا. أقول حتى داخل سوريا. لماذا نذهب هنا معك إلى موضوع المصالحة باعتبار كنا نتحدث عن وزير المصالحة الوطنية، أين أصبحت هذه المصالحة اليوم؟ المصالحة أعتقد أنكم وغدا تسمعون، يعني يوم السبت في 18 من هذا الشهر هناك مؤتمر
ايضا للقوى السياسيه وقوى الاحزاب وقوى المصالحه الوطنيه يوم السبت 18 من هذا الشهر الجاري. نعم. تضم كافه اطياف المصالحه، وطبعا ستكون هناك ايضا لقاء هام جدا بين كافه اطياف القوى السياسيه في سوريا والاحزاب والمصالحه الوطنيه. ممكن ان تكون قد نجحت في تحقيق نوع من تقارب وجهات نظر بين فئات متصارعه، لنقل بين فئات قد اختلفت. وهنا اقول لذلك عندما نقول المصالحه اقول الحوار الداخلي، وجنيف لا يحل في جنيف. المساله السوريه، الازمه السوريه لا تحل بجنيف ولا باوستو ولا بمونتريو ولا باي مكان، تحل في دمشق، في اي بقعه من جغرافيا الشام، في اي مكان من بلاد الشام تحل، في سوريا تحل. اقصد هنا الحل يجب ان يكون حوارا سوريا سوريا. من اراد ان يحل الازمه، من يكون سوريا، من يكون وطنيا غيورا على بلده، كيف يمكن الوصول الى هذا الحوار؟ موجود يعني هناك اتهام، هناك بيان لهيئه التنسيق مؤخرا تتهم فيه السلطه بانها لم تبذل اي جهد لاستيعاب السوريين. طيب هذا ماذا يعني؟ السؤال يعني انهم يبدو، لاحظي المعارضه في الخارج وبعض المعارضه في الداخل بكل اسف التي تراهن على مشروع الخارج، هنا انا دقيق في كلامي، بعض المعارضة في الداخل التي تراهن على مشروع بعض المعارضة المسلحة والسياسية في الخارج يبدو أنها لا تريد أن تسمع ولا أن تقرأ ولا أن ترى ما تفعله الحكومة السورية. الحكومة السورية منذ أكثر من عام أصدرت عدة قرارات. أولا يحق لأي مواطن سوري أن يعود إلى بلده ليساهم في حوارها، في إنمائه، في إعماره، وذلك عبر كل المنافذ، ولا أحد يمكن أن يتحدث معه أو ينتقده أو يحوله حتى إلى كلمة تحقيق. بمعنى منفذ بري والبحري والجوي، هناك أربع قرارات صدرت عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بأن كل مواطن سوري يستطيع أن يعود إلى بلده وأن يساهم هنا في الانتخابات، في الدستور، في البلديات، في كل ما يريدون. لذلك بكل أسف هم لا يريدون أن يسمعوا. هناك أجندة واضحة ومحددة لبعض أنواع المعارضة ومن ضمنها طبعا بكل أسف التنسيق في الداخل، لأنهم كانوا يجب أن يقرأوا ما فعلته الحكومة. على العكس الحكومة قدمت كثير من التعاون في اتجاه ذلك. المصالحة ربما نستطيع القول أنه مستعصية مع معارضة الداخل، فكيف يمكن أن تكون مع معارضة الخارج؟ يعني كيف يمكن لم هذا الشمل السوري؟ يعني هل سنصل لجناح اثنين وسنتوقف عند هذه النقطة؟ لا يعني عفوا لا يعني أن إذا كان هناك خلاف مع جهة ما من المصالحة، عفوا من بعض أنواع المعارضة، لاحظ هناك العديد من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية في الداخل تعمل بشغف وليل ونهار من أجل تحسين وتدعم حتى الجيش العربي السوري في عملياته ضد الإرهاب الموجود على كافة مساحة 185 ألف كيلو متر مربع. هذه قوى سياسية وطنية، هذه أحزاب سياسية وطنية. لكن عندما نأتي بقوى سياسية تقول أنا أساوي بين الجيش وبين المجموعات الإرهابية، وبأن المجموعات الإرهابية لا يمكن أن تنتصر على الجيش والجيش لا ينتصر على المجامع، لا على الإطلاق. البوصلة الحقيقية، وأقول لك، جنيف بوصلته هي الجيش العربي السوري وما يجري على أرض الواقع ميدانيا. طب. وكلما حقق الجيش انتصارات في عملية إنهاء وحسم المعارك مع أولئك المجموعات الإرهابية، بالتأكيد حتى هم لا يريدون جنيف، هم بالأساس لا يريدون. هناك دول تعرقل، السعودية تدفع، يعني لاحظي إذا كان سفير السعودي في لندن بتصريح لصحيفة نيويورك تايمز يقول بالحرف الواحد حتى لو امتنع دول العالم كله عن تزويد المعارضة وعن تزويد المسلحين بالمال والسلاح أي بالعمليات الإرهابية، نحن في السعودية سنستمر. هذا يعني أن السعودية، آل سعود سيستمرون بعملية عرقلة كل ما يجب الاتفاق عليه في جنيف، علما بأن ما يجب الاتفاق عليه في جنيف سيتم طرحه على الشعب السوري في استفتاء تام. لاحظي الحكومة السورية والوفد السوري لا يمكن أن يوافق على أي كلمة وأي معطى خلال النقاش والحوار مع الأخضر الإبراهيمي أو من يمثل إلا بعد العودة إلى الشعب السوري، والشعب السوري هو صاحب الصلاحية بقرار وبالموافقة. أليس على السوري أيضا أن يرفض هذا المال؟ يعني ليس تحدث الوزير علي حيدر انه المشكله في الدول المعتديه على سوريا. نعم. في كلامه اليوم، ولكن ايضا يعني صحيح انه بعض الدول تدعم، ولكن ليس على السوري ايضا ان يرفض؟ ليس هناك مشكله لدى سوريا، لدى السوريين؟ طبيعي دائما هناك في بيئه حاضنه، بالتاكيد يعني سوريا مجتمع
يعني في الداخل الآن 20 مليون، 20 مليون ليس كلهم يعني كالقلم الواحد أو اليد الواحدة، يعني في كل المجتمعات هناك العميل، وفي كل المجتمعات موجود هناك من يعني يخذله الانبطاح أمام المشروع الآخر، المشروع الغربي. لكن في سوريا ليس فقط السوري هو الذي يقاتل، هناك أكثر من 82 طبعا و80 جنسية تقاتل، أفغاني وشيشاني والتونسي والليبي، الكل يقاتل على أرض سوريا. تحولت إلى وكأنها محاولة لجعلها أفغان العرب. هنا المشكلة، أن السعودية عندما تقول سأبقى أدعم إرهاب، أي هي يعني هي ستبقى تدعم عرقلة الحل السياسي والأزمة السياسية. ومع ذلك أقول نحن في سوريا، الشعب السوري لا ينتظر لا السعودية ولا غير السعودية. سنستمر في شقين، الحل السياسي، الحوار السوري السوري داخل سوريا، وأيضا في حل آخر وهو استمرار الجيش العربي السوري وأيضا لجان الدفاع الوطني في عمليات ملاحقة المجموعات الإرهابية أينما كانت. إذن شقين أو مسألتين ستبقى سوريا تسير بهما، السياسة وأيضا الحالة الأمنية، حتى يتم حسم على الأقل كما هم يدعون النقطة الأولى من اتفاق جنيف واحد، والتي نحن أقصدنا الحكومة السورية ذاهبة إليه، وهو إيقاف الإرهاب، إيقاف العنف. هذا هو البند الأساسي. عندما نتفق إلى هذه النقطة، يعني كيف يمكن للسعودية تقول سأدعم كل الإرهابيين وهي تذهب إلى جنيف، علما أنه تصريحات واضحة جدا من فرانسوا أورلاند. يعني لاحظ يقول في الوقت الذي يتحدث فيه ويليام هيغ وجون كيري ويحثان الائتلاف وغير الائتلاف على حضور هذا المؤتمر، نرى فرنسا تقول على لسان فابيوس أو أولاند بأن نحن والسعودية كما رأينا الائتلاف نكون معه، أي أنهم يريدان عرقلة ما يمكن أن يقال هناك بصيص أمل لإيقاف العنف من أجل حل الأزمة السوري. السيد محمد نصور الكاتب والباحث السياسي السوري كنت معنا في استديوهات الميادين، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والمداخلة. تستخدم الأطراف المتواجهة في سوريا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع تصويرية كجزء من حرب نفسية ميدانها الإعلام. المواجهات بين فصائل المعارضة السورية ترجمت حربا نفسية عبر الشبكة الافتراضية. الأطراف المتواجهة تنشر عبر الإنترنت مقاطع مصورة وتعليقات تظهر قتلى وجرحى وتعذيب، وعدا نقلها لمسار المواجهات على الأرض هي تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي إما لنشر صورتها أو لإظهار صورة سلبية عن الطرف الآخر. هنا تصوير يستعرض ما قيل إنه ممارسات دولة البغدادي في حلب، من جثث مكبلة الأيدي إلى مقابر جماعية، مرورا بما وصف بالمجازر في بلدات مختلفة. وفيما يظهر هذا التصوير مقرات لداعش خسرتها في المواجهات بحسب التعليقات، يعرض تصوير آخر ملاحقة داعش لصحوات أحرار الشام، وهنا مشاهد لداعش تعدم زعيم كتائب غرباء الشام وبعض رجاله بحسب الشرح المرفق بالتصوير. أي من الفصائل المتواجهة في سوريا لم تغب عن الحرب الإعلامية، صور ومشاهد بالجملة تنتشر عبر يوتيوب والمواقع الأخرى، قسم منها قد لا يحتمل العرض عبر القنوات التلفزيونية لقساوة المشهد، لكن لا يمكن حجبه عن الشبكة الافتراضية في عصر انتقل فيه ميدان القتال إلى الإنترنت. تبدل مزاج الشارع السوري في متابعته لوسائل الإعلام بتبدل ظروف وتداعيات الأزمة، ليبدأ بالابتعاد نسبيا عن الضغوطات التي تفرضها متابعة أخبار الحرب، وبدأ السوريون بمتابعة كل ما قد يرفع من منسوب الأمل لقرب حل أزمتهم. مزاج الشارع السوري يتبدل بتبدل عناصر الصراع ومستوياته. القنوات الرسمية في المرتبة الأولى لبعض السوريين اليوم يشاهدون ويتابعون كل ما قد يرفع من منسوب الأمل لقرب حل أزمة سلمت حياتهم للتشرد والدمار والقتل. بعد ما بلش الأزمة بسوريا صار يعني بيّن اللغط وين والشغل وين. هلا هي في نحن عم نتابع قناة السما. بالنسبة للمحطات اللي عم تعطي بصيص أمل هي محطة الميادين، محطة سما، محطة روسيا اليوم، تشرين والبعث. بائع الصحف أبو محمد يرصد تبدلات الحرب في تراجع مبيعات كشكه الصغير. الكثير من زبائنه قبل الحرب غيروا من عاداتهم في العبور الصباحي اليومي وشراء صحيفة. الصحف الأكثر مبيعا الوطن، جريدة الوطن، كونها منوعة أكثر شيء، يعني فيها أخبار جيدة.
وفيما يزخر الانترنت بمواقع المعارضة التي تملك خطابا مناوئا للنظام ويتابعها آلاف المستخدمين من السوريين، تقتصر متابعة الإعلام الرسمي على الشارع الموالي في دمشق وحمص والساحل السوري الذي واجه بلورة خطاب إعلامي يحاول الوقوف على مسافة من الاستقطاب السياسي، لكنه استحقاق لم يتمكن الإعلام السوري من كسب رهانه حتى بعد سنوات الأزمة. ما كانت المواكبة كاملة ولا تامة، وفي بعض الجوانب بالعكس كان كتير متأخر عنها. فالمادة السياسية حتى الآن هي المادة اللي عم تحصل على قراءات أكبر بحكم أنه الوضع هو مسيس بحكم الأزمة اللي عم نواجهها. دمشق منعت الكثير من الصحف العربية والغربية من دخول سوريا بذريعة أنها تلعب دورا تحريضيا في الأزمة. أكشاك الصحف جزء من المشهد في الشارع الشامي، لكنها لم تعد تستوقف إلا المهتم من الزبائن، فمواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والقنوات المعارضة ابتلعت ما تبقى من هذا الشارع. لا يختلف الانقسام في متابعة الإعلام في الشارع السوري عن الانقسام السياسي، لكن المزاج العام بدأ يتغير خاصة هنا في الداخل ليبتعد عن الضغوطات التي تسببها متابعة أخبار الحرب وليتجه إلى تجارب إعلامية جديدة تحاول جذب شريحة لم تعد تثق بإعلام أحادي الجانب. ديما نصيف، دمشق، الميادين. أعلنت قيادة شرطة الأنبار عن سيطرة قواتها على نحو كامل على مناطق البوبالي والملعب وشارع الستين والبجابر في المحافظة. مصدر في شرطة المحافظة أفاد بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين شمال الرمادي، ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح لدى الجانبين. ومعنا من الأنبار أحد وجهاء قبيلة البوعلوان الشيخ عمار العلواني. شيخ عمار، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة سوريا والعراق. يعني اليوم ماذا عن دور هذه العشائر فيما يجري في الأنبار؟ تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مشاهدي قناة الميادين. نعم، الوضع في الأنبار مسيطر عليه بدخول شيوخ العشائر وأهالي العشائر الموجودة والشباب المتعاونين مع الشرطة المحلية ومع القوات. أنا أريد أن أركز على فقرة كبيرة ومهمة جدا، أنه شيوخ العشائر عنهم لما استطاع أحد القضاء على داعش. داعش أنا أقول هي من صنيعة الحكومة كما هي من صنيعة النظام السوري في داعش في سوريا. نحن شيوخ العشائر كلنا مع الأمن. يعني عفوا، لم أفهم كيف هي صنيعة الحكومة، إذا أمكن أن توضح لنا. شيخ عمار، ما زلت معنا؟ انقطع الاتصال مع الشيخ عمار العلواني، وهو أحد وجهاء قبيلة البوعلوان، وطبعا سوف نحاول الاتصال به مجددا إذا تمكننا من ذلك. ونعود إلى اتصالنا مع الشيخ عمار العلواني أحد وجهاء قبيلة البوعلوان. أرحب بك مجددا شيخ عمار. يعني كنا نتحدث عن داعش وكنا نتحدث عن دور العشائر اليوم في محاربة داعش وما يجري في الأنبار. أنا كما أشرت بالقليل قبل أن ما ينقطع الاتصال، أنه شيوخ العشائر عازمون على أنه تكون محافظة الأنبار محافظة آمنة بجهود شيوخ العشائر، وهذا ما تجاهلته الحكومة. وأن شيوخ العشائر إن شاء الله بعد طرد داعش والإرهابيين الموجود. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع الشيخ عمار العلواني أحد وجهاء قبيلة البوعلوان، وهو كان معنا عبر الهاتف مباشرة من الأنبار. شكرا جزيلا لك. تسليح الجيش العراقي ضروري، لكن المشكلة لن تحل من دون موازاتها بمسار للمصالحة. هذا ما أكده نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق خلال زيارته واشنطن، وعزى تصاعد العنف في الأنبار وغيرها إلى زيادة التوترات الطائفية، كما دعا واشنطن إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في مساعدة العراق بعد تدميره عام 2003. Sale of weapons in parallel with the reconciliation.
بيع السلاح يجب أن يجري بالتوازي مع المصالحة، لأن السلاح وحده لا يمكنه حل الأزمة. المشكلة الأساسية هي في عدم وجود مصالحة في البلاد. إذا جرت المصالحة فإن الأسلحة التي قد نحتاجها ستكون أقل بكثير مما نحتاجه اليوم. الجانبان متوازيان، لا يمكن التركيز على جانب واحد فقط. وحول ما صرح به المطلق معنا من بغداد رئيس تحرير صحيفة المصدر العراقية الدكتور حسن الخاقاني. دكتور حسن، أهلا وسهلا بك معنا في النشرة السورية العراقية. سأبدأ مما قاله نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق، أنه بالتزامن مع ما ستقدمه واشنطن وتعزيزات عسكرية يجب أن يكون هناك أيضا ربما مبادرة على صعيد المصالحة السياسية، هذا يعني من الواجب الأخلاقي. ما العلاقة بين الموضوعين؟ يعني كيف يمكن إعطاء هذا الشيء أو هذا الحيز في السياسة الداخلية العراقية لواشنطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطبيعة الحال في حال حدوث الأزمات أكيد هنالك أطراف تحاول دائما إلى تدويل الأزمة. اليوم تصريح النائب صالح المطلق في أمريكا في بطلب المساعدة من واشنطن، هو يعرف جيدا بأن الحل هو بيد العراقيين حصرا، وهو يعرف جيدا بأن العشائر العراقية في الأنبار متضامنة جدا مع الجيش العراقي، واليوم بفضل الجيش العراقي وعشائر الأنبار تم تحرير منطقة البوبالي والصقلاوية من فلول الإرهاب. لذلك هذا الطلب للنائب صالح المطلق بالتدخل الأمريكي لم يلاقي ترحيب من الأوساط السياسية والشعبية في العراق، لأنه موضع تفسير لثلاث محاور. المحور الأول هو أنه هذا يعني الطلب هو عزل الحكومة عن الوضع القائم في الأنبار، وثانيا لربما البعض يقول انه جزء من الدعايه الانتخابيه لانه البلد مقبل في نيسان على انتخابات. وايضا هذا الطلب يدعو الى افشاء فشل عمل الاجهزه الامنيه في الانبار وبالخصوص الجيش العراقي الذي اثبت وبجداره بقضاء على فلول الارهاب في صحراء الانبار وفي الانبار، والآن لم يبقى سوى مدينة الفلوجة، حيث اليوم دعا عشائر الأنبار إلى مساعدة الأهالي لطرد فلول الإرهاب وعودة الشرطة إلى مراكزهم. طيب، هل يمكن أن تلعب فعليا واشنطن أي دور على هذا الخط، خط المصالحة الوطنية الداخلية؟ طبعا بكل تأكيد اليوم واشنطن ممكن أن تساعد الحكومة العراقية بتقديم الجهد الاستخباري، لأنه أمريكا هي تعرف ما يجري في العالم سواء على مستوى الأزمة السورية أو الأزمة القائمة حاليا في الأنبار، والتي يراد منها هذه المعركة أن تمتد إلى أنحاء العراق وليست في الأنبار. لذلك ممكن أن تقدم المساعدة إلى الحكومة العراقية بجهد استخباري، واليوم العراق مقبل على طلب حتى من روسيا والصين وحتى من استراليا بتقديم المعلومات الاستخبارية لمساعدة الأجهزة الأمنية لطرد فلول الإرهاب القادم. طب ولكن هل واشنطن تسعى لإرساء السلام في العراق؟ بصراحة أمريكا بعد احتلالها إلى العراق لا يمكن للشعب العراقي أن يحسن ظن بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أمريكا أثناء وجودها في العراق يعني خلقت لدينا حتى حرب أهلية لم نعرفها منذ السنين الماضية. نعم، دكتور حسن الخاقاني رئيس تحرير صحيفة المصدر العراقية كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. جولة على أبرز عناوين بعض الصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم مع زميلة هبة الله بتار.
السلام عليكم مشاهدينا، نستهل جولتنا مع صحيفة البيان، وفي عنوانها الأول: الحكومة تحيل مشروع الموازنة المعدل إلى مجلس النواب. حصر تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة سومو. اجتماع قادة الكتل ناقش إخفاق حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا لعام 2013. عن الشأن السوري نقرأ في البيان: العراق يتبرع ب13 مليون دولار وبفتح خط جوي لنقل اللاجئين السوريين. إشادة دولية بمواقف العراق من الأزمة السورية. البيان تنقل عن النائب في التحالف الوطني كاظم الصيادي قوله: إن متحدون ستستخدم داعش لقتل من يرشح خارج قائمتها في الأنبار ونينوى. وفي صحيفة الزمان نقرأ: إعادة دفعة جديدة من ضباط الجيش السابق إلى الخدمة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتعهد للرئيس السوري بنتائج إيجابية في جنيف 2. ورئيس أركان الجيش للزمان: داعش تستخدم المواطنين دروعا بشرية. العاصمة تصحو على اعتداءات توقع عشرات الشهداء والجرحى. أما الآن فننتقل إلى صحيفة الصباح ونقرأ فيها: الأغلبية تحسم المصادرة صادق على الموازنة. ميدانيا: الإرهاب يعاود إجرامه باستهداف الأبرياء بالسيارات المفخخة. والمالكي: السكوت عن الإرهاب يعني تكوين دويلات شريرة. أثنى على المواقف الدولية المؤيدة لحملة الجيش ضد داعش. في صحيفة المدى نقرأ: الحكومة تلقي الموازنة في ملعب البرلمان، والكتل تتوقع مواجهة جديدة مع أربيل. الحكيم والنجيفي يتغيبان عن اجتماع لقادة الكتل عقد في مكتب المالكي. لجنة الأمن والدفاع النيابية: التفجيرات محاولة لنقل المعركة وفك الحصار عن داعش. 9 سيارات مفخخة تقتل وتصيب 46 في بغداد. رغبة بريطانية في بيع العراق أسلحة حديثة. الختام مع صحيفة العالم، وفيها: تفجيرات في بغداد توقع عشرات الضحايا. العالم تنقل عن باحث قوله: إنه على الولايات المتحدة الدفع باتجاه فدرالة العراق لوقف القتل. وأخيرا: بغداد تمنع صدور النسخة المحلية من الشرق الأوسط. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة. نعود الآن إلى النشرة السورية العراقية. والآن إلى الاقتصاد في سوريا والعراق مع الزميل عبد الله داهر. إليك عبد الله. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. دخلت اتفاقية التعاون السياحي بين العراق والكويت حيز التنفيذ ابتداء من العام الحالي وتستمر 3 أعوام، وتتضمن تشجيع البلدين على تنمية التعاون السياحي بينهما وفق المصالح المشتركة. الاتفاقية تشمل تسهيل إجراءات السفر ومنح سمات الدخول للمجمعات السياحية والمستثمرين ورجال الأعمال وفقا للقوانين النافذة في البلدين وتشجيع الاستثمار السياحي. ويهدف العراق إلى جذب السياح الكويتيين من خلال تقديم التسهيلات لهم. الموازنة عنوان جديد للخلاف بين بغداد وكردستان. قانون موازنة العام الحالي الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الأضرار التي سببها إقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية. الخسائر بلغت نحو 9 مليارات دولار بعد امتناع الإقليم عن تسليم النفط المنتج في أراضيه. ويتسلم إقليم كردستان 17% من موازنة الدولة البالغة 140 مليار دولار. تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في آخر مزاد للأسبوع الحالي إلى 188 مليون و184 ألف دولار مقارنة ب 218 مليونا سجلت في الجلسة السابقة. الطلب الكلي على الدولار توزع بواقع 53 مليون و340 ألف دولار بسعر صرف بلغ 1177 دينارا عن كل دولار. عدد المصارف المشاركة في المزاد بلغ 20 مصرفا، لم يتقدم أي منها بعروض لبيع الدولار.
أكد خبراء أن اقتصاد العراق سيتعافى تدريجا ليبلغ معدلات أفضل لجهة التضخم والناتج الحقيقي الذي سينمو خلال السنوات المقبلة مع توقعات بحصول زيادة في إنتاج النفط. زيادة الإنتاج ستصل إلى 5,700,000 برميل يوميا بنسبة 51% بحلول العام 2018، فيما ستؤدي الصادرات النفطية إلى دعم الاحتياطيات النقدية لتصل إلى 104 مليارات دولار. باشرت وزارة الزراعة العراقية تنفيذ مشروع المحاصيل الزراعية الهجينة ضمن 6 محافظات، فيما خصصت محافظة ميسان 40,000 دونم ضمن أراضيها لتطبيق البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في البلاد. وزارة الزراعة عقدت اجتماعا لمنتجي المحاصيل تناول الاستعدادات لتنفيذ الخطة الشتوية لهذا العام والنهوض بها من خلال البرنامج الذي يطبق للمرة الأولى في المحافظة. البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة سيسهم بزيادة إنتاج المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من البرامج العلمية. إلى الأخبار السورية، حيث قدرت وزارة الصناعة حجم الأضرار الذي طال مؤسساتها جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات المسلحة بأكثر من 137 مليار ليرة سورية. ووفق الوزارة فإن إدارة المخازن وتسويق الأقطان تعرضت لأكبر حجم من الخسائر بقيمة تفوق 38 مليار دولار، منها 31 مليارا بنحو مباشر تلتها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بنحو 23 مليارا ونصف المليار ليرة. في الخبر الأخير، خسائر الكهرباء السورية تبلغ 18 مليار ليرة سورية. الكلام لمدير عام شركة كهرباء ريف دمشق زهير خربطلي، الذي اعتبر أن معظم الخسائر تتركز في أعمال إصلاح وتأهيل محطات التحويل وشبكات التوتر المتوسط والمنخفض. وكشف خربطلي إلى أن 20 محطة تحويل في ريف دمشق أصبحت خارج الخدمة من أصل 50 محطة، ما جعل الكهرباء غير مستقرة في الآونة الأخيرة. أضرار مؤسسة توزيع الكهرباء تبلغ نحو 15 مليار ليرة خلال عام 2012. نلتقي بعد قليل عند 6:30 مع الاقتصادية المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. عودة لك علا. شكرا لك عبد الله.